يا اهلا وسهلا ومرحبا فيكم متابعينا ومشاهدين برنامج ديرتنا، نرحب فيكم بحلقتنا ومساءنا لليوم من هذا البرنامج. نصف ساعه تقريبا نقضيها معاكم بجولات وتغطيات متنوعه ومختلفه وممتعه، متفقين عليها اكيد باذن الله. واقول لكم دائما وابدا حياكم حياكم في ديرتنا. فيكم من جديد مشاهدينا، ننطلق على بركة الله في جولتنا الأخبارية برعاية وحضور حرم ولي العهد صاحبة السمو الملك الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز. دشنت دارة الملك عبد العزيز أمس إصدارها المتخصص بعنوان الأزياء التقليدية السعودية المنطقة الوسطى. في أمسية ضمت عددا من صاحبات السمو الأميرات والشخصيات البارزة، ويأتي ذلك انعكاسا للاهتمام والعناية والمتابعة التي تحظى بها الدارة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لتحقق أهدافها وتوجهاتها للمحافظة على التراث الثقافي للمملكة وتوثيقه. أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع نادي الصقور السعودي عن موعد انطلاق كأس العلا للصقور الذي ينظم لأول مرة خلال الفترة من 28 من ديسمبر الجاري المقبل وحتى يناير المقبل. ويأتي كأس العلا ضمن جهود الهيئة الملكية للعلا ونادي الصقور السعودي في الاحتفاء بثقافة وهواية الصقارة الأصيلة ودعم الإرث التاريخي للصقور وتقديمه للعالم من أرض المملكة. انطلقت اليوم مبادرة مستقبل الاستثمار في مؤتمرها السنوي الرسمي في نسخته السابعة على أرض العاصمة الرياض تحت عنوان البوصلة الجديدة، وتستمر 3 أيام. وتشهد النسخة السابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار تجمعا استثنائيا لقادة العالم ولكبار الشركات الصناعية والمستثمرين. سيتناول التحديات العالمية التي يواجهها العالم في مجالات المناخ والاقتصاد والتكنولوجيا والاستثمار. مشاهدينا، مزيد من التفاصيل عن مبادرة مستقبل الاستثمار نرحب بمراسلنا وزميلنا عبد العزيز الموينع من أرض هذا المؤتمر. مساك الله بالخير زميلي عبد العزيز، لو نقدم للمشاهدين صورة شاملة عن هذا المؤتمر وأهم التحديات التي سيتم تداولها على طاولة الحوار، تفضل. مساء الخير عليك عهد، ومساء الخير على مشاهدي برنامج ديرتنا. طبعا اليوم هو الانطلاقة الأولى لمبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السابعة التي تحمل عنوان البوصلة الجديدة، وسط طبعا مجموعة من التحديات التي تواجه صناع القرار الاقتصادي على مختلف الأصعدة، سواء ما يتعلق طبعا بالسياسات المالية وأيضا مستقبل الطاقة وأيضا الذكاء الاصطناعي والبيئة والمناخ وخلاف ذلك. طبعا من المواضيع التي تعتبر ذات اهتمام بالنسبة لصانعي القرار الاقتصادي في الفترة الحالية. قبل ساعة أو ساعة ونصف من الآن كان قد شرف هذا الحفل سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يرافقه أيضا رئيس جمهورية كوريا الجنوبية فخامة الرئيس يون سوكيول. كان الحديث طبعا بشكل عام حول الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، أيضا
القطاعات الواعدة التي لقيت اهتمام متبادل من الجانب الكوري وأيضا الجانب السعودي. مبادرة مستقبل الاستثمار خلال السنوات السبع الفائتة شهدت مجموعة كبيرة جدا من الاستثمارات، مجموعة كبيرة جدا من الاتفاقيات. يكفي فقط أن نذكر أن مجموع مبالغ تلك الاتفاقيات تقدر تقريبا ب 120 مليار دولار كاستثمارات بين الأطراف التي تواجدت في منتدى مستقبل الاستثمار خلال السنوات السبع الفائتة. اليوم الحضور للمشاركين طبعا في جلسات هذا الجلسات هذه المبادرة في النسخة السابعة تجاوز طبعا عددهم أكثر من 6000 مشارك من أكثر من 90 دولة على مسرح مبادرة مستقبل الاستثمار. تحدث أكثر تقريبا من 500 أو سيتحدث أكثر من 500 متحدث على مدى الأيام الثلاثة حتى يوم أو مساء يوم الخميس القادم بإذن الله. طبعا المبادرة شهدت مجموعة من الجلسات في يومها الأول، حملت مجموعة حقيقة من العناوين، تواجد كبير جدا لمجموعة من الضيوف على رأسهم طبعا كنا قد تحدثنا عن وصول سمو سيدي ولي العهد، بعد أيضا كان أيضا في الصباح جلسة لي أيضا محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، أيضا معالي المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، سمو وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، معالي وزير السياحة أحمد الخطيب. أيضا قبل قليل طبعا كانت قد انتهت إحدى الجلسات المسائية التي أيضا ضمت معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم، والأحاديث طبعا كانت تتحدث حول استراتيجيات جغرافية واقتصادات جديدة. أيضا سوف يكون هناك أحاديث عن الرؤية لصناعة النمو، وطبعا الجلسة الأخيرة أيضا سوف يتحدث من خلالها الأستاذ عبد الرحمن الفقيه الرئيس التنفيذي لشركة سابك، وأيضا أحاديث مختلفة حول طبعا الصناعات التحويلية وأيضا قطاعات التصنيع المختلفة. طبعا كما ذكرنا هذا المؤتمر يستمر على مدى 3 أيام، يناقش من خلاله حقيقة مجموعة من المواضيع المتعلقة بالبيئة، الصناعة، أيضا السياسات التمويلية، وجود حقيقة مجموعة من البنوك والجهات التمويلية. نتحدث طبعا من أبرزها كجهات خارجية طبعا جولدمان ساكس، سوفت بانك، أيضا جي بي مورغان بالنسبة للقطاع البنكي في المملكة، البنك الأهلي السعودي، أيضا اتش اس بي سي، بنك الرياض، مجموعة المشاريع الأخيرة في المملكة، الجدية، نيوم، طبعا روشن، البحر الأحمر. كل تلك المشاريع الجديدة التي أصبحت الآن وجهة مفضلة عند المستثمرين في الآونة الأخيرة، تواجدت اليوم في النسخة السابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار. هذا كان طبعا صورة مختصرة حول طبعا مبادرة مستقبل الاستثمار في هذه النسخة السابعة وما حملتها أيضا في طياتها من ملفات ومواضيع، وأيضا مجموعة الضيوف البارزين الذين تواجدوا في يومها الأول. نعم عهد، شكرا جزيلا لك على تقديم هذه الصورة وتقديم هذه التفاصيل من المؤتمر السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السابعة، واللي أكيد بتكون تحت شعار أو عنوان البوصلة الجديدة. يعطيك العافية عبد العزيز الموينع. نتوقف مشاهدينا معكم هذا الفاصل وراجعين بتغطياتنا في حلقة اليوم، خليكم معنا.
مساكم الله بالخير من جديد متابعينا وحبايبنا، ونرحب بكل اللي انضم معنا الان لمتابعتنا في جولتنا القادمه اللي بناخذكم فيها الى المنطقه الغربيه. يفضل اهالي المدينه المنوره وزواري هذه الايام الاستمتاع باجواء المزارع الريفيه السياحيه المنتشره في كافه انحاء المدينه، واللي نعرفها من الاف السنين وتعد هي المتنفس الطبيعي لهم ولعشاق الاماكن المفتوحه. للحديث اكثر عن هذه الاجواء ننتقل بصوت وصوره الى الزميل سعد السناني. مساك الله بالخير زميلي سعد، لو تحدثنا مع المشاهدين عن الموقع المتواجد فيه وتنقل لنا الأجواء أيضا، تفضل. مساء النور عهد، مساء النور على كافة مشاهدي القناة السعودية. طبعا أتواجد في أحد المزارع الريفية في المدينة المنورة. طبعا المدينة المنورة تتميز منذ القدم بالمزارع الريفية والسياحية. هذه المزارع حقيقة أصبحت الآن هي متنفس لأهالي المدينة المنورة، وأيضا كل من يزور المدينة المنورة يفضلون حقيقة التوجه إلى هذه المزارع، خاصة خلال هذه الأيام مع اعتدال الأجواء. للأمانة يعني بدأ الآن الجلوس في هذه المزارع والاستمتاع بهذه الأجواء، وأيضا الاستمتاع بالمحصولات الزراعية التي تنتجها هذه المزارع. نبغى نتحدث عن المزارع السياحية الريفية في المدينة المنورة أكثر. يسعدنا أن ينضم معنا الدكتور عبد العزيز الرفاعي، وهو الباحث في تاريخ المدينة المنورة. دكتور عبد العزيز، في البداية مساء الخير، لو تحدثنا عن المزارع الريفية في المدينة المنورة من الناحية التاريخية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المدينة المنورة بلد النخل والنخيل والمزارع والبساتين، والمزارع كانت موجودة في المدينة قبل أن يهاجر إليها الرسول عليه الصلاة والسلام. لذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أريت دار هجرتكم فإذا هي أرض ذات نخل. والقادم إلى المدينة من أول ما يبدو له مزارع وبساتين المدينة. لذا يقول الشاعر: يا نعم ما طلعوا على وادي قبا، نعم القدوم ونعم ذاك المطلع، نظر المدينة والنخيل يحفها، نظر المدينة ونور أحمد يسطع، صلى الله عليه وسلم. يوجد في المدينة العديد من المزارع التاريخية الممتدة لقرون عديدة منذ العهد النبوي إلى يومنا هذا، ولا زالت مواضعها معلومة. من ذلك مزرعة سوالة، والتي كان يملكها الصحابي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ومن ذلك مزرعة الفقير أو مزرعة سلمان الفارسي رضي الله عنه، والتي غرسها الرسول صلى الله عليه وسلم بيديه الكريمتين، ومن ذلك مزرعة وبير عثمان ابن عفان رضي الله عنه. السؤال الأخير، لو تحدثنا عن المزارع أصبحت الآن يعني متنفس سياحي لأهالي المدينة المنورة. المزارع الآن أصبحت وجهة ريفية سياحية لأهل المدينة وزوار المدينة، وهو توجه جميل ويواكب رؤية 2030، منها هذه المزرعة الجميلة التي نحن فيها، مزرعة البدرية، والتي تعود للسادة الأشراف، خدم المدينة وأهل المدينة وزائريها. وجود هذه المزارع الريفية السياحية، فيجد الزائر إلى المدينة أو أهل المدينة يتوجه إلى هذه الأماكن السياحية الريفية، فيجدوا فيها جميع الخدمات والمرافق، ويقضوا فيها وقتا ممتعا جميلا. يوجد فيها الكوفيهات والمطاعم وألعاب أطفال ومحمية طيور ومصلى ودورات مياه وجلسات جميلة مهيئة، فأصبحت متنفسا جميلا لأهل المدينة وزوار المدينة، خصوصا الآن مع اعتدال الأجواء وتحسنها. دكتور عبد العزيز الرفاعي، وأنت الباحث في تاريخ المدينة المنورة، شكرا لكم. عفوا، حياكم الله. إذن عهد، هذه المزارع حقيقة التاريخية التي انتشرت في المدينة المنورة خلال الفترة الماضية أصبحت الآن أكثر من 10 مزارع ريفية سياحية في المدينة المنورة، يتوجه لها كل من يزور المدينة المنورة يستمتع بالأجواء التي تتميز بها هذه المزارع الريفية. هذا كل ما لدي، يعود إليك. شكرا جزيلا لك زميلي سعد السناني، وشكرا لضيفك اللي كان معك في هذه التغطية عن المزارع الريفية من أرض المدينة المنورة وتحديدا مزرعة البدرية الريفية.
مشاهدينا جولتنا الآن بتكون معكم في قصة مكان عن سوق حفر الباطن الشعبي اللي يعتبر من أقدم الأسواق في هذه المحافظة، ولا زال يضم العديد من المحلات التراثية اللي تستقطب الزوار من أنحاء المملكة وأيضا دول الخليج. تفاصيل أكثر عن هذا السوق الشعبي بنتابع هذا التقرير مع الزميل خالد الحميداني. سوق حفر الباطن الشعبي أو ما يسمى بسوق القيصرية، الذي يعتبر أقدم سوق بالمحافظة ويبلغ عمره أكثر من 50 عام، حيث الأجواء السعودية الأصيلة والتراثية التي تتيح لك فرصة للقيام بجولة تسوق مختلفة. السوق قديم من 60 عام تقريبا. أول كان سوق غنم وسمن والبادية تقضون محلات عندك هاتين يعني مالت مقاضي وكذا، والحمد لله تطور لشوي لشوي ووصل المواصيل هذه. الحين بيوت شعر وتراث سجاد ودلال وجميع ما تحوي بيوت وخيام وكل شيء موجود من جميع حاجة التراث موجودة. ويمتاز هذا السوق المختص ببيع كل ما هو متعلق بالمنتجات التراثية والمتعلقة بالضيافة السعودية، التي تقوم بعرض مجموعة متنوعة من السلع والبضائع، لا سيما منتجات البادية التي تصنع على أيدي النساء، وأشهرها منتجات الألبان من السمن والزبد وغيرها الكثير من المأكولات التراثية. منتجاتي اللي أنا أسوي الزبد والبقل واللبن والخاثر والصميل حق اللبن والعكة حق السمن. ويوجد في هذا السوق العديد من الأدوات التراثية والانتيكات، حيث يستقطب السوق الكثير من المتسوقين خاصة من دول الخليج في هذه الأجواء الشتوية. احنا نجي حفر الباطن، تعرف عندنا احنا ان حفر الباطن عاصمة الربيع، نجي ناخذ بيوت شعر، ناخذ خيام، ناخذ جلسات تراثية، دلال، يعني تعرف هذه كلها متواجدة بسوق الحفر. هو بسوق السمن بعد يعني على طول العالم، وقرب حكم القرب يعني من الكويت يعني تقريبا 200 كيلو، فنحصل احتياجاتنا كلها خاصة بالوقت الشتوية والربيع. وكونه سوقا يضم العديد من المستلزمات الشتوية لبيع البشوت سواء للرجال أو النساء، وأبرز ما يميز هذا السوق كونه مكشوفا يوفر للمتسوقين متعة خلال جولة التسوق. لقناة السعودية خالد الحميداني، حفر الباطن. تقرير مميز وجميل جدا، شكرا للزميل خالد الحميداني على توثيق هذا المعلم الشهير من محافظة حفر الباطن. نتوقف مشاهدينا معكم فاصلنا الأخير وراجعين بديرتنا، خلوكم معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا، خلونا ناخذكم الآن بجولة سريعة إلى شمال المملكة، حيث تنظم هيئة الأدب والنشر والترجمة فعاليات أسبوع الطفل الأدبي في نسخته الثالثة في منطقة حايل، وتهدف هذه الفعالية لتنمية العادات الثقافية عند الأطفال، منها القراءة ورفع مستوى الوعي عندهم. مزيد من التفاصيل عن هذه الفعالية ننتقل بصوت وصورة إلى الزميل سلطان إشعب. مساك الله بالخير زميلي سلطان، هذه المبادرة أو هذه الفعالية هي في نسختها الثالثة، هذه النسخة الجديدة لهذا العام، ماذا تقدم من نعم. يعني فعاليات جديدة؟ تفضل. أهلا بك عهد، أهلا بك مشاهدي قناة السعودية وبرنامج جديدتنا، وبالتأكيد هذا البرنامج اللي دائما ما يطلع المشاهدين الكرام على الفعاليات اللي تقام في مملكتنا الحبيبة، واليوم في منطقة حائل هيئة الأدب والنشر والترجمة حطت أسبوع الطفل الأدبي لأكيد تطوير المفهوم الأدبي، خلينا نقول من النشأ، أيضا أولياء الأمور لهم حصة في مشاركة هذه الفعاليات. اليوم راح أتعرف على هذه الفعالية، فعالية أسبوع الطفل الأدبي، وأتعرف لمين
موجهة وإيش المسارات اللي موجودة فيها وإيش الأهداف اللي تكون في هذه الفعالية؟ وطبعا الفعالية مستمرة أيام قادمة، ولكن اليوم حتعرف أنا وأنتم والمشاهدين الكرام عن هذه الفعالية، ويسعدني شرفني تنضم معي الأستاذة حنان الراشد، هي أيضا مشاركة في هذه الفعالية. أستاذة حنان أهلا وسهلا بك معنا عبر قناة السعودية. في البداية نتكلم عن هذه الفعالية، واليوم في منطقة حائل تقام في هذه الفعالية، وبعض الأهالي في منطقة حائل مو بعارف في هذه الفعالية. نعرف المشاهدين الكرام بهذه الفعالية وإيش قاعدين أو نظرتكم لهذه الفعالية وخطتكم المستقبلية كيف حتكون وين رايحة بعد؟ تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم من مكاني هنا من مقر الفعالية. هذا طبعا اليوم الثالث للفعالية، شهدنا طبعا حضور جميل. هذه الفعالية يعني مستهدف فيها أولياء الأمور وكذلك اليوم الأطفال. فيها مسارات أربعة، فيها طبعا ورش حوارية مع أولياء الأمور ومع وكذلك مع الأطفال، في ورش نقاش فقط يحضرها أولياء الأمور، وفي كمان فعاليات أخرى اللي هي الأنشطة المنوعة والأركان المتنوعة، هذه فيها مسابقات كمان، فهي جميلة جدا منوعة تهدف أو يعني جميع الأسرة يستطيعون يجون هنا. نعم أستاذ حنان، إيش الهدف الرئيسي من إقامة مثل هذا الأسبوع، أسبوع الطفل الأدبي؟ في ناس يكونوا الاسم ذو مستغربين، إيش الهدف منه؟ صحيح، الفعالية جدا جميلة ممتعة جدا، الأهالي يجون هنا يشوفون الأركان المتنوعة الخاصة بأدب الطفل، مثلا الرواية، القصة، مثلا كيف إحنا كيف نتعامل مع أطفالنا، كيف نثير عندهم مثلا روح الشغف مرة ثانية ونحيها نحو أدبنا، قراءة، قصة، كتاب، رواية، ترجمة، ويعني الأدب بشكل متنوع. الفعالية جدا جميلة. شكرا لك، يعطيك العافية. طبعا أيضا أرحب بالأستاذة هدى المشاري، مشاركة وأيضا تقدم ورش عمل للأطفال والأولياء الأمور في هذا المعرض اليوم. أستاذة هدى نحييكي معنا في عبر برنامج ديرتنا وقناة السعودية. خلنا نسألك اليوم عن الفعالية واليوم والورش، كيف شفتي تفاعل المجتمع السعودي، عفوا المجتمع الحائلي، كوننا في حائل احنا، المجتمع الحائلي كيف شو تفاعلهم من خلال هذه الورش؟ حياك الله، حياكم الله جميعا، تشرفت فيكم جميعا من منبر طبعا الفعاليه، فعاليه رائعه، تفاعلوا اهالي المنطقه، قاموا بالتسجيل، ارسال التواصل عبر التواصل الاجتماعي وسائل التواصل، فعاليه صراحه الجميع شارك، كان اقبال وكان يعني تفاعل، وصراحه نشكر هيئه الأدب والنشر والترجمة على هذه الفعالية لأنها أول مرة تقام في منطقة حائل. يعني تساعد فعالية تساعد في توعية الأطفال من الناحية الأدبية التي تنقصهم دائما، يعني وأبنائنا في حاجة لمهارات في هذه الأمور، تنمية مهاراتهم، إبداعاتهم، أهاليهم يعني واليافعين منهم. صراحة فعالية جدا رائعة، تفاعل الجميع بها وسعدوا جميعا، ونشكر القائمين على ذلك جميعا، يعطيكم العافية. الله يعافيك. رسالة أخيرة تقدمينها للأسرة في المنزل اللي تشاهدنا في جميع مناطق المملكة، مثل هذه الفعاليات مهمة لإيش؟ رسالة تقدمين لهم إياها؟ هذه الفعالية مهمة في الحراك الأدبي، تنمية الحراك الأدبي والشغف الأدبي لدى منذ الطفولة، لأن الطفل يحتاج إلى هذه الأمور، هذه الآثار الأدبية لها دور مثل القراءة والكتابة وتنمية مهاراته في الإلقاء، تنمية مهاراته في الناحية الأدبية، هذا يساعده ويبعد عن الأجهزة يعني يساعده في تنمية مهاراته وإبداعاته، ويكون طفل يحمل مهارات التفكير اللي هو القرن 21، اللي يكون طفل مبدع، طفل منتج، طفل متفاعل في مجتمعه ويمثل المجتمع العربي السعودي. أستاذ هدى شكرا لك، وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله في ورش العمل القادمة إن شاء الله. يعطيكم العافية جميعا، تشرفت باستضافتي، شكرا لكم والقائمين على ذلك، يعطيكم القناة السعودية، يعطيكم العافية. طبعا هذا كان لقاء الأستاذة هدى المشاري، وأيضا كان قبلها أستاذ حنان الراشد، تحدثوا عن هذه الفعالية وتحدثوا عن أهمية هذه الفعالية ووجودها في منطقة حائل. رسالة أوجهها أنا من هذا المنبر منطقة حائل لأولياء الأمور الذين يشاهدوننا عبر هذه القناة، مثل هذه الفعاليات الأدبية تنشط الطفل ذاكرته، نبعدهم عن الجوالات شوي، نبعدهم عن التواصل الاجتماعي اللي بعض الأحيان
احيانا ممكن احنا نشاهدون شيء ما حيفيدهم مثل هذه الفعاليات هي مهمه. في منطقه حائل تستمر هذه الفعاليات الى يوم السبت القادم من الساعه 4 مساء تنطلق هذه الفعاليات. الاسبوع القادم عندنا الخميس والجمعه فرصه لاولياء الامور يجيبون اولادهم في هذا المكان ويستمتعون بالفعاليه يا عهد. شكرا جزيلا لك زميلي سلطان على هذه التغطيه المليئه بالرسائل التوعويه والتثقيفيه للاطفال وحتى لاسرهم. شكرا لك ولضيفاتك الكريمات اللي كانوا معك وفي هذه التغطيه. مشاهدينا الى هنا نكون وصلنا لختام حلقتنا وجولاتنا لليوم، باذن الله انها كانت حلقه لطيفه وخفيفه عليكم جميعا. يعني موعدنا معاكم بكره اكيد في نفس الوقت من 4:30 الى 5 في برنامج جيرتنا. خلوكم معنا على الموعد دائما، في امان الله.